السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه لليوم ان شاء الله غادي ندخلكم معايا للمحل اليوم حالا. فين غبرتي حنان؟ فين هما الموديلات؟ خليتينا قرب العيد وما حطيتيش لينا موديلات جداد. فينك؟ اش غنخدموا حنايا؟ رحنا اللي خدمتيها تنخدموها من وراك. والله البنات غارقه غير في الروينه، في تماره، في المحل، في الخدمه، هادشي اللي كاين. هانتوما تما الضفاري، شوف كلشي تقشر، ما ساليش باش نمسح حتى ضفاري من هذا. اما اللي تقول لي الخاله كل مره ديريها في قنت، انا صراحه عينيا مبوطين، الا غسلت وجهي ما نقولها لحد. الدريات راه ملي كنصور بالكاميرا هكا كتشوف فيا غيبان لكم داكشي مشقلب. هانتوما لاحظتوا دابا غير ديك بلاصه تقياس، مره غتبان لكم من هنا مره من اللي راه غير مع التصوير ديال الكاميرا. المهم البنات غنشارك معكم اليوم نهاري من الصباح، نهار من النهارات، لانه بزاف البنات يقول لي فين كاش كديري، فين غبرتي. انا بالنسبه للفصاله راه تنفسر كلشي بيديا، يعني الخدمه كلها عليا، الخدمه الاخرى اللي كيديروها البنات اللي معايا. بالنسبه لليوم غادي نشارك معكم واحد الكوموند اللي غادي نصيفطها اليوم لمولاتها، وغنوريكم حتى الحويجات اللي خرجوا جداد لماليهم اللي كملتهم صافي في الخدمه، باش حتى نيت اللي شافت حويجاتها في الفيديو تجي تديهم وبصحه وراحه مسبقا. واول حاجه البنات قولوا تبارك الله ما شاء الله وبسم الله، ودخلوا معايا للمحل اليوم ان شاء الله. غادي نشارك معكم خدمتي وغندخلكم لقلب المحل. نبداو بسم الله ان شاء الله. غتشوفوا معايا بعدا واحد الكوموند جمعتها المولات خصنا نصيفطها. المهم غنشارك معكم كلشي، تاخذوا فكره على الخدمه ديالنا كيفاش كنخدموا ايامات العواشر، الخياطه في العواشر. ونبداو دابا بسم الله على بركه الله. بسم الله ما شاء الله البنات، قولوا تبارك الله، قولوا تبارك الله. المهم غادي نوريكم هنا، حاطه هنا واحد الروينه في الارض. هادو البنات خدمه كملتها المولاتها، يمكن هنا شي 60 بياسه يمكن. غادي نوريكم داكشي اللي خدمت. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي ورينا الموديلات، كاين هذا الموديل هذا اللي ديجا خدمته معاكم. غنوريكم كل موديل، غنحط لكم وحده في المونيكا لابسها باش هكا تشوفوها، راه باين هنايا. هادو خدمتهم المولاتهم بالجمله، كيعاودوا فيهم البيت. هادو التلوينه اللي فيها لوينه صغيرين الصراحه، ولي طاي طبيعي الحال كندير لهم الطاي هنا باش حتى هما يعرفوا هذه الال، كاين الال والال. هانتوما هادو كاملين بالطونشير، هادو خدمتهم بهاد الطونشير الاخر. السيده اللي معايا رونت لها كلشي، غتجي تاكلني. المهم هنايا كاين هاد خدمه بهاد الطونطيل هذا، كيجي غزال بحال السفيفه، كاين فيه اللوينات ديالو، شوف هاد السفيفه غزال هذا. هاد الخضر حتى هو خضر خفيف، كاين هذا حتى هو صراحة كيعجبني. ما هو هذا مونطي غيكون يا اما بالفرافر يا اما بالطونطي اللي تحت في الكمان. فيه هما ديال الاسيه، هذا ملي كيكون فيه الطونطي في التحت والكمام، داك الموديل اللي درتو داير لتحت الطونطي. كاين ديال الاسيك والبابيون، هما هادو، ها هي البابيون والاسيك. كنت لك غنوريكم وحده وحده من كل. هنايا لبست لهادو الموديل ديال الفرافر، هذا اللي هاكا بالفرافر في الكمام، كيجي زوين الصراحه. هاديت هادي، غادي نحاول نلبسها هاد الموديل هذا، شي طايف صغيره. المهم غنحلهم حتى نعاود نسدهم ثاني باش نوري ليكم هاد الموديل. المهم هذا غنلبسها كما تشوفوا هنا باش تشوفوها كي جات. المهم كما شفتوا هذا هو هذا الموديل، كيجي على الشكل هكا. المهم كل موديل في هذا كاين فيه التلوينه ديالو، شوف هذا الصفر مع الضو ما بانش كاع، طلعت غزالة بهاد الطونطيل هذا. وكاين حتى في الكميمات، تيري يدك كاين حتى في الكميمات بحال هكا، كيجي غزال الصراحة. بالنسبة لي غتسول على هاد المطروزين، هادوك بوحدهم ماشي ديال هاد السيدة، هادوك دايرين 3600، 180 درهم.
شنو اخر كاين الموديل ديال هادو اللي كيكون ديال الطونشيل اللي جاو بهاد الطونشيل هذا بحال هكا حتى هما كيجيو بحال هذا. نقول لكم وحده وحده من كل موديل. هادي اكس ال كيما شفتوها. بالنسبه لبنات الجمله راه كنخدموا الجمله بحال هكا كما كتشوفوا، ولكن دابا تنمر العيد ان شاء الله مابقاتش عندي سلعه بزاف، كاين غير البيع بحال هكا البياسه راه ما باقي دابا السلعه بالخ. كتجي غزاله في البيسه ديالها وكتجمع ماما بطبيعه الحال باش كتجي على قد السيده اللي غتلبسها. باقي لي الموديل اللي قلنا فيه فرافع كاين حتى هاد الويلي هذا، شوفو كيفاش هذا كاين هذا لي فيكم بلاستيك تاهو بلاستيك و بابيان، كاين هادي قلت شوفي صغيرة شوف هاد الخضيبر تاهو كيجا في هادي جو زوين لوينات فنين الصراحة. المهم غنحل لكم هادي وحدة كبيرة، غنحل لكم طاي صغيرة شوية. كتجي هكا وفيها هنا الطونتيل وفيها الطونتيل لتحت بحال هكا في الجيب ديالها. كيجي هاد الموديل غزال تاهو. المهم كيما قلت لكم هاد الموديل كيجي هكا، كيجي بحال هكا بحال الكسيوة. هادو راه ديجا شفتوهم عندي في القناة، وكيجي لتحت ديالو فيه الطونتيل بحال هكا. هادي فيها لوينات كيحمقو فهاد الموديل هذا صراحة، كلو كيحمق هاد اللوينات فنين كيما شفتوهم. بالنسبة لهادي حتى هي يمكن غنلبسها لهاديك لي حداها فيهم الطونتيل كيما قلت لكم هنا، وفيها الطونتيل تحت في جلايلها. وبالنسبه لهادشي دابا خصني نجمعو شي كارطون ولا شي حاجه باش هكا نصيفطهم لمولاتهم. وبالصحه والراحه بالصحه والراحه. او دابا غادي ندوز باش المهم تشوفوا معايا كيفاش غنجمع هاد الجوقه كامله وهذا الشيء. هي ديال الخدمه ديالي البنات اللي كتجيو، ما كنجاوبش على واتساب، ما كنجاوبش على هذا على الميساجات. هاد التليفون حاطه حدايا كنجاوب، راه هاد التليفون هو باش خدامين، هو باش كناخذو يعني هكا لي كوموند، كنخدمو مع الناس. عاد كنشوف اللي باغا غير بياسه بياسه، يعني كنجي هنا تنهز ليها البياسه اللي بغات كنجمعها ونصيفط ليها في البوسطه في امانه، اولا فاش غنصيفط ليها ولا كانت عائلتها شي حد غيجي يديهم. فهادشي باش خدامين، واللي ما قدرناش نجاوبو البنات غير سمحوا لينا، راه غير مع الضغط وصافي، ماشي ما بغيناش نجاوبو غير هكا بالعاني. بالعكس بالفرحه عليا نجاوب ونهضر مع المتتبعات. مرحبا بكم كاملين مره اخرى. وبالنسبه للنمره راه غنخليها لكم هنا كما كنقول لكم دائما، ما جاوبش هذيك الوقيته تنكون اما مشغوله اما كناخذ القياس على شي سيده هكا، يعني بدلي ساعه اخرى عاودي عيطي. مرحبا بكم كاملين، وغندوز دابا باش نجمع هذا الشيء. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم
ورأي صائب فكر منير، ورأي صائب ورأي صائب فكر منير. فيا من فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا والأجور. المهم البنات، كيما شفتوا دابا جمعت داكشي اللي عندي كله معايا السيده. دابا غادي ندوز باش نشوف السلعه اللي كملت ليا اليوم، غادي نعلقهم هنا حيت كيما كتعرفوا داكشي ديال الكابلي والطراسم داكشي كندفعو من الوالد في المحل عنده، هو اللي كيخدمهم ليا. ملي كنكون جايه هنا راه تنجيب معايا داكشي اللي تخدم، كنعلقهم هنا بلاصه الحوايج ديال مواليهم واللي البيع حاطاهم هاد الشيء. يعني دابا خاصني نحطهم غادي ندوز باش نوريكم الجيبات اللي طالعين والقفاطه. كاينه هادي كيتكمشوا مع الطويان، دابا غادي نعلقهم باش يتسرحوا. بالنسبه لهادي شوفوا كيتكمشات، هادي كابلي وطريسنات وفيها صدف مغلف هكا بلا تنبات بلا والو، حيت هذا الموديل كاين اللي منبتو. نجيب شويه حدا الضو، هاد الموديل هذا كاين اللي منبتو كيزيد تنبات بحال شكل القفيطات اللي كتوريتكم اللي كنت خدمت بحال هاد القفيطنات هادو اللي ديال 500 درهم. البنات اللي ما شاف الصوت ديال الفيديو تاع هاد القفيطنات هادو يعاود يدخل القناه، غادي نتلقاو ان شاء الله. هاد القفيطنات 500 درهم. المهم هادي جلابه تخدمات على هاد الشكل، هاد الجلبه ديال الناس ديال الرباط. مرحبا بكم، باقا ليا بياس وحده نكمل لكم الكوموند ديالكم ان شاء الله. هذا شوفوا الخدمه، خدمه بالرقيق بحالهم خدمه باليد. المهم البنات ما تدوش على الصباغه في يدي، هذا مقشر والله ما ساليت ليها. هذه الدخلات غادي هنا نوريكم بياسه اخرى. السيده خدامه عندي الفوق ما تدوش على الصداع. هذه حتى هي بلوستيل وخدمناها بالبلوروا فيها خدمة المعلم، الزواق اللي فيها ماشي بالك منين. المهم هادي حتى هي كاملة. الجلبات ديال الصيف هادو خفافين، هادو واحد القفيطنات. هاد القفيطنات كيدارو غير مع مجدول هكا. ديال البنيات الصغار. المهم كما قلت لكم هادو قفيطنات كيجيو بالمجدول الصراحه تيطلعوا فنين. غنحاول نصور لكم شي واحد من هادو، نصوروا لكم من البوك باش تشوفوا كي تيجي. غزالين غزالين الصراحه. كاينين جوج هادو نحطهم باش نوريكم الاخر، وهذا في الاورانج. وهم واحد البنيتات جو فني. الموديل ديالهم الصراحه غزال. كاين الشخص اللي بغى ينقل الرسيمه اولا الخدمه اللي فيهم. بالنسبه للخدمه غادي نقرب لكم هنا كلهم بالصب. المهم اللي شافت قفيطات تجي تديهم بالصحه والراحه. حتى هما كاملين. خلي واحد الجلبه حتى هي، هاد الجلبه حتى هي حاطاها عندي مولاتها، درنا ليها خديمه من السوق وفيها الزواق ديال البرشمان لتحت، فيها الزواق ديال البرشمان، النحاسات ديال البرشمان. المهم كما قلت لكم اللي شافت الجلبه بدات تجي تديها. بالنسبه لهادو كملوا البيع، هذه جليبة هكا براندا باللوينات حتى هي طلعت فنه.
شي لافور اللي بقى غير بيجامات. وحد هنا كملنا دابا شنو سندير في الصباح كما قلت لكم سنجيت نعلق هادشي اللي وجد كنجمع لي كوموند الناس داكشي اللي غيمشي اللي غيمشي داخل كازا كنعيط ليفرور اللي عندي هنا في كازا باش يوصل لي الخدمه لما ليها اولا الحويجات لما ليهم. وغادي ندوز عاده باش كنبدا في الصاله كنبدا نفصل اللي غندفع ليهم والخياطه اللي عندي وكلشي وهكا غادي نكون يمكن ساليت لكم الفيديو.